علاقه تبدو في تدبير فضاءات الخلايا في ظل المناخ. دائما ما تطرح العلاقه يعني ما بين الاعلامي والامني في سياقات دائما متجدده، ودائما كنحاولوا يعني اننا نعاودوا نطرحوا ونشوفوا لهذه العلاقه هذه وفق الاملاءات ديال السياقات. والحال ان كاين بعض العناصر اللي هي ثابته في هذه العلاقه، بمعنى ان مثلا الصحفي عنده محددات وعنده ضوابط اللي هي اخلاقيه تحدد الادوار ديالو والمهام ديالو، حدود ممارسه هذه المهام هذه، بالتالي هي اللي كتشكل المرجعيه في العمل ديالو، بمعنى دوره ديال الاخبار وديال انه يوصل مثلا المعلومه والخبر ويزيد يعمق فيه النقاش، فهذا هو الدور الجوهري ديالو. عنده محددات وضوابط، يعني الضوابط الاخلاقيه المتعارف عليها. من جانب الاخر يعني ان المؤسسه الامنيه فهي محكومه بطبيعتها اولا كقطاع عمومي تمارس فيه سياسه عموميه، وهذه السياسه العموميه تختزل في مجموعه ديال المؤشرات من اجل تسهيل المتابعه ديالها وتقييمها، وان تطلب الامر تقويمها وفق المحددات ديال الحكامه. والحكامه معروف يعني ان ضروري ان تكون شفافيه حول المسؤوليه، حول التدبير الداخلي ديال هذه المؤسسه، حول المحاسبه، وثم حول حتى المساله ديال الاشراك والمشاركه في صياغه هذه السياسه العموميه، سواء بشكل اللي هو مباشر. نظرنا الى الحسابات على مستوى الفيسبوك، اذا مواقع التواصل الاجتماعي تقدم اسم مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطيه. الندوه بطبيعه الحال هي تحاول تلامس موضوع اشكالي بالنسبه للعلاقه ديال الامن بالاعلام، سواء في التغطيه الاعلاميه للقضايا ذات الطابع الامني او في التعامل الامني مع التغطيات الاعلاميه بكل ما تثير من اشكالات، سواء في التغطيه، في التعليق، في التتبع ديال الاداء ديال المؤسسه. اللي كيبان بطبيعه الحال من خلال جلسه هذا الصباح ان المساله هي في تطور، هذا جانب ايجابي، ولو ان التطور لم يرقى بعد الى الطموحات ديال الطرفين حتى نرقى الى جعل المؤسسه، كل مؤسسه تطلع بالادوار ديالها بشكل مستقل عن الاخرى، هذا بطبيعه الحال معطى لا نقاش فيه، لان الاعلام والامن كل واحد عنده دوره ووظائفه، وبالتالي يجب الحفاظ على هذه الادوار اللي عندها الضوابط ديالها، ولكن في نفس الوقت يستدعي تكامل في محطات او في التعامل مع محطات معينه، وهذا ما يقتضي بطبيعه الحال الولوج الى المعلومه، بناء القنوات ديال التفكير المشترك في القضايا الاشكاليه، وبلوره الممارسات الجيده ان صح القول التي تجعل نقل المعلومه وتمكين المواطن من تتبع الاداء ديال المؤسسه الامنيه امر مهم وعنده راهنيته، وهو بطبيعه الحال جزء من استراتيجيه اللي داخله فيها المؤسسات الامنيه نفسها في علاقه مع عموم المواطنين، ولكن في نفس الوقت توفر الشروط لهذه المؤسسات باش تطلع بالادوار من خلال قراءتها للمعطى المقدم اليها، وهذا ما كيجعل كل مؤسسه تدي الوظيفه ديالها لخدمه التوجه العام ديال البلاد، اللي هو توفر على مؤسسات ذات مصداقيه في علاقتها بالمواطن، في علاقتها بباقي المكونات، في ضمانها للشروط ديال الممارسه ديالها من الناحيه الامنيه، ضمان الاستقرار والامن وتوفير الشروط ديال ممارسه الحريات، وفي نفس الوقت تمكين المؤسسات الإعلامية من أداء هذا الدور، يمكن بين مزدوجتين الرقابي، واللي الهدف منه هو تحسين الأداء ديال المؤسسة وجعل هذه الثقة تنبني بشكل أقوى، بدل أن نترك المواطن بعيدا عن ديناميات الإصلاح داخل هذه المؤسسة. شكرا. المشاهد المغربي حدد شنو هي المعلومات وشنو هي المؤسسات المعنيه بالسباق المغربيين والمهنيين والفاعلين على هذا التقرير الموجود على النت. انطلق. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس اسفل الفيديو ليصلكم الجديد.